في الكرة، تعرض مرافق النائب فادي كرم عزيز خليل دريء لاعتداء على يد عدد من الشبان الذين تربصوا به عند مدخل بلدته أنفي، وتعرضوا إليه بالضرب والشتائم مما استدعى نقله إلى مستشفى البرج في أميون. النائب فادي كرم أكد أنه يعلم من قام بهذا الفعل، مطالبا أجهزة الدولة بالتحرك. قوات اللبنانية مؤمنة جدا بالدولة وبمؤسساتها وبأجهزتها الأمنية، وإذا الدولة ما أنا مؤمنة بحالة مرات، هي القوات اللبنانية بتدفع الدولة لحتى تؤمن بنفسها، ونحن بدنا إياها تاخد دورة. واليوم بطمنكم يا شباب أنه الدولة فعلا أخدتها بكل جدية، لأنه عرفت خطورة الموضوع ودقته، ووعدتنا أنه تجيب لنا حقنا. هودي اللي مدوا إيدهم على القوات وتجرأوا يمدوا إيدهم، هودي ايه مزبوط هني زعران، بس نحنا قبضيات.